افتتح وزير التنمية المحلية هشام أمنة يرافق محافظ القاهرة خالد عبد العال المحطة الوسيطة الثابتة لتجميع المخلفات البلدية الصلبة بشارع بورسعيد غمرة. تبلغ التكلفة الإجمالية للمحطة 80 مليون جنيه، وتخدم 8 أحياء بالمنطقة الشمالية لمحافظة القاهرة، وتسهم في تحسين عملية جمع ونقل المخلفات في المنطقة الشمالية وتحسين أداء منظومة المخلفات بها.